أحمد الأسد، خريج كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان. أنا كنت مقيم في القاهرة بقالي فترة سنين كبيرة، يعني بشتغل مدرس تربية فنية في مدرسة خاصة في القاهرة. بسبب الأحداث الكورونا واللي بيحصل في فنزلت عندي في البلد في محافظة هنا قرية المخادمة، وكان في حلم بيراودني من زمان ان انا كنت بحب البيوت وبحب ارسم على البيوت، انا نفسي ارسم على الحيطان. فلما جان في موضوع الاحداث اللي حصلت دي، كورونا والامراض، حسيت ان ده الوقت المناسب ان انا ارسم على البيوت كمبادرة ضد الفيروس. جاتني الفكرة إن إحنا نرسم على البيوت بمشاركة الشباب والأطفال، فبدأت مع الأطفال والشباب نرسم على البيوت كتوعية وتنمية لخبرات الأطفال ووعيهم وحاجات كتير جدا يعني. فالمبادرة حسيت إن هي بدأت تعمل طاقة إيجابية عند الناس، وبدأت الناس تصدق إن إحنا لازم نخرج، لأنه إحنا مش لاقيين للمرض ده علاج. إذا هتمشي الحياة هتمشي بطاقة إيجابية يعني، مع الحفاظ طبعا على الكمامات وعلى لكن الرسم والإبداع ده من تخصصي أنا، فكل واحد بيشارك بتخصصه ضد الأمراض، أنا بشارك بالرسم، غيري بيشارك بمهنته. الهدف من المبادرة هي مبادرة أنا مسميها الفن يحارب كورونا. الهدف منها تنمية الـ قدرات الأطفال والشباب، ان الوعي عند الناس، بدأت الناس تعرف ان في فن، في توعية بنحارب بيه الجهل والمرض التطرف. يعني في اطفال بدأت تشتغل معايا دلوقتي وشباب بدأوا يبعدوا عن المشاكل والتطرف واللعب وحاجات كتير، فاحنا بنحارب فعلا حاجات كتير، مش موضوع ضد كورونا بس، ضد حاجات كتير. الفن بيشارك وبيساهم في تطور مجتمع، تطور قرية، تطورنا جميعا، تطور النفس والروح وحاجات كتير حلوة يعني. بالنسبة للوحة دي هي على مدخل القرية، قرية المخادمة، أنا هنا برسم فيها أو بحاكي صورة جغرافية، صورة مصغرة من البلد، القرية نفسها يعني، نفس المآذن، نفس هي اللي موجودة في القرية دي. المفروض إن هو المخادمة أيام الفيضان، يعني أنا عامل نيل هنا، مفيش، هو مش نيل، ده فيضان كان قبل السد العالي كان بيوصل لغاية البيوت، فدي المخادمة أيام الفيضان. فبيوت المخادمة وجوامعها وتاريخها كله في هذه اللوحة. هو البيت ده اسمه بيت حزينة، حاليا الأطفال بيطلقوا عليه بيت فرحانة عشان نترسم عليه ألوان فرحانة. فدي من البيوت اللي وشها حلو عليا في المبادرة إن شاء الله، اللي هعممها أو هتتعمم على محافظة هنا كلها إن شاء الله بإذن الله.